نواصل مشاهدينا الكرام قراءة التقنية لهذه المباراة وهذه المرة عبر تقنية سكايب من موريال من كندا. معنا مباشرة جواد الأندلسي اللاعب السابق للمنتخب الوطني المغربي. مساء الخير سي جواد، أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة الرياضية. أهلا وسهلا للجميع المشاهدين الكرام، شكرا على الدعوة. سي جواد، اولا توحشناك، شنو الجديد ديالك، شنو اخبارك؟ لانه الجمهور المغربي اكيد كيتذكر واحد من الاسماء اللي قدمات شحال شي الكثير لمجموعه من الانديه الوطنيه والمنتخب الوطني المغربي. وشوف دابا الساعه انا تقريبا دابا ديال شي نعم، انا في كندا كنت في واحد في الاول كنت نزاول في ديال التدريب، هذه واحد 3 أو 4 سنين يعني حبست التدريب، لان ما كاينش الشباب هنا الكندي ما عندوش شي طموح باش يمشي بعيد في مثلا في ميدان كره القدم. انا خصني يكون عندي مثلا الفريق اللي خصني ندربه خصهم يقلبوا على المستوى افضل وافضل، مثلا يلعبوا في القسم الاولى في القسم الاول. هنا البطوله الوطنيه مع كامل الاسف ماشي هي بحال في المغرب ولا في اوروبا، يعني الاعتماد بزاف على الهوكي، يعني الكره القدم هنا ما نتمنى لك التوفيق سي جواد يعني في المسيره ديالك. غنسولك على المباراه امر طبيعي، كيفاش جاتك المباراه ديال اليوم وش يمكن تقول لنا كخلاصه تقنيه وبالنسبه للقاء يعني الدور الموالي للمنتخب الوطني المغربي في هذه البطوله؟ لحد الساعه يعني الحمد لله الفريق الوطني يعني ناجح في من ناحيه النتائج، يعني جوج الانتصارات وتعادل مردود يعني ما في المستوى. غا هو المشكل اللي كاين بما الكلشي كيتسال عليه، يعني خصنا واحد المجموعه تكون قاره، يعني تشكيله اللي ما كامل للاسف هذا، يعني احنا كنلاحظنا تقريبا شي واحد يعني من رجل الفريق الوطني تقريبا ديما تلقى عناصر جديده كما ذكر السي حسن العبيشة. بهذه المناسبه كنقدم التحيه. هناك شبان، ولكن احنا المهم ديالنا هو مثلا عندنا واحد الفريق يكون قار، لان ملي كتلعب مقابله يعني مجموعين عده مقابلات تكون واحد الانسجام يعني واحد التفاهم. حاليا ديما كتلقى مثلا في كل مقابله الا فريق يعني مختلف طبيعه الحال، وحيد يقلب على مثلا باش يزكي زعما اسمه الوجه ديال الفريق الوطني انه يفوز بكاس افريقيا اللي حنا كذلك كنتمناو كونسيان جوور مثلا ديال الفريق الوطني او كمدرب كنتمناو ان شاء الله انه يفوز بالكاس الافريقيا الثانيه اللي هي تقريبا 45 عام تقريبا ديال من بعد 76. ولكن هنا تساؤلات، هذا هو التساؤل اللي كنتساءل دائما، خصنا نشوفوا واحد الفريق يعني يلعب ام واحد جوج المقابلات متتاليه. دابا في كل مقابله كتلقى مثلا واحد المجموعه مختلفه، ملي غيكون هذا الانسجام يعني صعيب على مثلا على اللاعب مثلا المغربي باش يكون هذا الانسجام رغم نتائج ايجابيه. دابا الحمد لله ما غاديش نعاتبوه ولا غادي بما يعني نحاسبوه، لان المهم ديال هذا الشيء كله هو يعني خصو يقلب على نتائج ايجابيه اللي حتى الساعه راه متحكم فيها. في ظل هذه النتائج اللي محقق الان في دور المجموعات، كيفاش توقع سي جواد الاندلسي بالنسبه للدور الموالي لانه دور خروج المغرب؟ انا تقريبا متبعت تقريبا جل المقابلات، يعني في الدور الثاني هناك فرق يعني قويه، منها مثلا نيجيريا، منها الكاميرون، منها مثلا السنغال، مصر، ولا قلنا مثلا الجزائر ولا تونس، يقدروا في المقابلات اللي ربما اسمه اللي غادي يلعبوها من بعد يقدروا حتى هم يكونوا من الفرق القويه، لان لحد الساعه حاليا يعني على حسب المقابلات اللي لعبناها اليوم ابار اليوم اللي هي الكابون، واللي الكابون معروفين هذه واحد المده عندنا معاه مشاكل لا في المقابلات يعني الرسميه ولا الحبيه، تقريبا دائما تيكون واحد الانتصار للكابون. اليوم كنا يعني منهزمين، تعادلنا وعاوتاني سجلوا في واحد الوقت اللي هو كان يعني صعيب جدا. الحمد لله جات ضربه الخطا ديال الحكيمي اللي فك هذا الواحد الاماكن ديال التعادل اللي هو مهم. اولا غادي نبقاو في المجموعه مثلا في الملعب ديالنا وهنا سي جواد نستخلصوا الدروس كيف نقولوا من هذه المقابله الثالثه. كنشكرك جزيل الشكر.